بونجور مشاهدينا، اليوم بهيدي الحلقة أكيد رح نحكي فاشن، بس فاشن أكتر للبزنس. شو يعني؟ يعني كيف فينا نلبس بكادر بيورلي بزنس، يعني كتير بروفيشنال مثل البنك. يعني بعرف بالبنك في بيفرضوا أو دايما بيكون في كوستيوم معين مجبورين الموظفين يلبسون، بس إذا ما كان في هيدا الكوستيوم شو فينا نلبس بطريقة دايما بروفيشنال، بطريقة ديسنت وفيها تويست صغير؟ يعني دايما حلو الوقت الواحد يروح على البنك يحس حاله، سوري مش بس على البنك، على الشغل بحس حاله دايما رايح اكيد لابس ابروبريت لهيدي الشركه، لهالمؤسسه اللي بيمثلها، بس دايما يكون في تويست باللبس هيك حتى يحس حاله كمان مرتاح. بيوقع منشوف كتير في أغلاط بتصير، وخاصة بالألوان. يعني عادة بكادر كتير بروفيشنال بينطلب دايما ألوان الصبر، أكيد مع شوية فواتح، بس دايما الكوستيوم منشوفه أسود جري غامق فاتح أو كحلي، وتحت البيزكس عم بيكونوا دايما أبيض أسود جري غامق عجري فاتح. يعني بيصير في ميكس أند ماتش شوي، بس بهيدول الألوان النيوت كمان فينا نستعمله. وأهم شيء، أهم شيء نعرف كتير منيح إنه بهيك كادر بروفيشنال هالقد بدنا نكون كلاسيك، كلاسيك with a twist، بس كمان بدنا نبعد عن الأشياء السكسي، بدنا نبعد عن الأشياء الفلاشي، بدنا نبعد عن الأشياء الماتيريالز يلي ما لازم يكونوا أو يعتمدوا بهيك كادر. وقت بنحكي كلاسيك بنحكي كل شيء كلاسيك، يعني الدانتيل ما بيكون فايت، ما بيكون كلاسيك، الجلد اكيد مش كلاسيك، الساتان، شو بعد بدي اقول لكم، المسلين، كل شيء ترانسبيران. يعني في اشياء في عندكم ماتيريالز خرج هيك كادر، وفي اشياء ابدا مش هيك، ابدا مش خرج مثل عديته، ما بيكونوا خرج ابدا هيك كادر. رح بلش، رح انا اليوم اصريت ضلني بالجينز الضيق، اكيد لبس الشميز، الشميز دايما احلى قطعه واصلا ماست هاف بالخزينه، خاصه الشميز البيضاء بتلبس اكيد على كل شيء. بس عبالي احكي شوي عن البنطلون، بما انه ما عندي بنطلون كثير ضيق قلت اي سبستيتوت بالجينز. بس افسركم شغله، كل شيء ضيق ما بينلبس شركات كتير بروفيشنال، يعني خاصة مثل الشركات يلي مجبور تكونوا لابسين فيها بانتالون فينا نروح فيها كوب سيجارات أو كوبلار، بس هيك بانتالونات كل شيء فيهم ستريتش، كل شيء ضيق كتير على الجسم منن كادر، لأنه it's a bit sexy وما مفروض بهيك كادر شغل يكون في نبين أنه نحنا سكسي. سو حبيت ألبس هيدا الجينز تفرجيكم أنه هيدا ما لازم يلبس. تنحكي شوي عن الاسكاربا، هيدي الاسكاربا انا لبستها، هي الشوز المعتمده بالكادر كثير بروفيشنال، بالشغل لازم نلبس اسكاربا. محبز الاسكاربا ما يكون اكثر من 7 سنتيمتر، هيدا اكيد اعلى، ومحبز ما يكون فيرني، يعني ما يكون ملمع. راح جايبه معي اسكاربان فرجيكم اياه، بس خليني بلش هلا اكثر شيء بالتيب. اول شغله بدنا نفكر فيها هي البليزر، البليزر هي اكثر شيء بتلبس بهيك بالشغل، بنقدر نلبسها على اكيد على شميز، وبنقدر نلبسها على تي شيرت، على شو ما بدكم. شو الفرق؟ انه وقتها نلبس هيك بليزر أكيد فينا نلبسها بهيدي الطريقة، بتعطي شيك كتير، دايما البليزر أصلا كتير بتعطي شيك، وفينا نلعب بالتويست شوي إذا بدنا نخصور. التخصور خاصة اللي عنده أور جلاس، الجسم الأور جلاس كتير بيلبق له التخصور. وقتها منخصور منكون عطينا تويست للبليزر، بعدنا بكادر شغل، بعدنا بكادر فيري ديسنت، بس حطيت هيدا السنتور غيرت، يعني في نهار البسها مفتوحه، ثاني نهار في حط هيدا السنتور بتغير توتالي. دائما البليزر اكيد اذا كانوا طوال، اذا كانوا شوي قصار اكيد 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 ما فينا نعمل هيدا الستايل فيه، بس اكيد البليزر دائما هي اكثر شخص اصلا عاده البنطلون شوميز او توب تحت وبيكون دائما مع بليزر. خلينا نحكي شوي بالبانتس، بس بانه بلشنا اول شيء بالبانتس. البانتس رح فرجيكم دو موديل بانتس لقيتهم كثير براتيك وكثير تري كلاسيك
وكتير بيعملوا جسم حلو. هيدا البنطلون يلي اجري واسعين الوايد ليجز، هيدا اكيد بده يلبس مع كعب، مع كعب اكيد، لانه اذا لبسنا معه بالورين طبشنا على الارض، يعني هيك بنصير ما في مشقة. ديجا هو واسع، بدنا نلبس معه كعب تيعطينا مشقة تيلبق اكثر. بنطلون ثاني فينا اكيد نلبس كوب سيجارات يلي هو بيجي من فوق لتحت، زيت الـ زيت الـ اكيد زيت يعني من فوق لتحت زيت الشيء، ما بيوسع ما بيضيق ولا شيء. وفينا هيدا الستيل الكوب سيجارات، هيدا الستيل كمان كتير خرج فورمال سيتينج، خرج هذا مع شميس كيف ما انا لابسه، فينا نلبس اكيد بنحط له بليزر بيطلع كتير منيح. سو هيدول البانتس يلي خرج اكثر بانك، بليز ابعتوا او فورمال سيتينج، بليز ابعتوا كثير عن الستريتش. تنحكي التنوره، التنوره لازم تكون بنسل سكيرت على الركبه او فوق الركبه شوي، لحتى وقت نقعد بدها تقصر شوي يضل طولها كثير مناسب. سو هيدي هي التنوره لازم تعتمدوها بالفورمال، بالبزنس، بالشركات، هيدي التنورة easy to wear، بتلبق على كل شيء. تنكمل الفساتين، هيدا ستيل الفستان بس مش ضروري هيدا الفستان، أكيد بلا كم، بس هيدا الستيل كتير كلاسيك، منه ضيق أبداً على الجسم، بينزل ستريت من فوق لتحت، أكيد هيدا شوي طويل بيتأثر قد ما بدكم، فينا بلا كمام، فينا يكون في، بس أنا عم بحكي ستيل الفستان. هيدا فينا اكيد نلبسه، هذا بنستفيد منه بعدين، فينا نروح اذا عنا عزا بنلبس على العزا، مينلي القصص اللي كثير كلاسيك بتنلبس على الشغل فينا نلبسهم زيتون على العزا. التوبيت يلي كمان كثير حلوين فينا نلبسهم على بنطلونات، هن مثل ستيل هيدول التوبيت القماشه المرتبه، بليز ابعدوا عن الكوتون، الكوتون ابدا ما بيعطي كثير تشيب على الشغل عم بحكي. هيدا ستيل الفي، الفي بيلبق لكل العالم، البواترينتها كبيرة لازم تلبس فيه أكيد. سو هيدول التوبات فيري ديسنت، أسود وأبيض بنلبسوا معنا على كل البنطلونات وعلى التنورة الفرجات كنيها. غير الشميز اللي أنا لبستها، في هيدي الشميز يلي بيجي منها وفيها الفولار، بقى بتشوفون بوين ما كان بكل السوق موجودين، اللي بيجي منه وفيها فولار او بيجي رفل من هون، الرفل يعني الكشكش من هون، هيدول كمان بيعملوا كتير ستايل حلو، بنلبسوا فيري ديسنت وفيري ستايلش بذات الوقت على الشغل. الفولار ما بدنا ننسى الفولار، الفولار من اكثر الاكسسوارات يلي تعتمد بالتياب يلي فينا نغير فيها التياب، اذا عبالنا نفوت شويه لون هو بيكون بالفولار. في عنا 100 طريقة نلبس الفولار، رح أعطيكم أهون طريقة نربط فيه الفولار إن كان كاري أما طويل، فينا بهيدي الطريقة، فينا بهيدي الطريقة، فينا نعملها على جنب، يعني في بكذا طريقة نقدر نلبس الفولار، فينا نلفه كله هيك بس نحطه كأنه تشوكر. إذا بدنا عبالنا نفتح شوي خلي يكون دايماً بالأكسسوار، هو الأكسسوار بغير كل شيء. هيدا كمان ألوانه كتير حلوة، كمان مع البليزر إذا كنا لبسين بليزر بيطلع كتير حلو، هيك مثل ما أنا هلأ لبسته بيعطي كتير شيك، بذات الوقت بعدنا بمود شغل. البروش، anything على البروش، فينا نحط بروش هون، منحط بروش على الشميز، فينا نحطها حتى على الجاكيت، بتغير كمان توتالي الستيل. فينا نحط كمان هيدي البروش، فينا اذا كنا لابسين شميز بنحطها على القبه من فوق تطلع كثير حلوه، فينا نحطها على الشميز، على التيشيرت، على البليزر، يعني دائما استعملوا الاكسسوار تتغيروا كل اللوك. عبالي بس احكيكم شيء قبل ما انهي الحلقه، السكربينات البراتيك اللي فينا، بعرف في كتير ناس بتشتغل بترجع بدها تروح عندها شيء بعد الظهر، تروح تعمل الكورس بركة، بدها تقطش تروح تجيب أولادها من المدرسة، في هيدا نوع السكربينة يلي بينحط لها الكعب كيف بحيالها كادر نحن فيه،
هيدا كادر شغل، إذا كان شوي ست كبيرة بالعمر بيجوع ظهرها سو فينا نحط هيدا الكعب، إذا عبالنا نرجع عنا شيء من بعدها فينا نحط أو نغير. حلو الواحد يغير بالكعوبة لأنه ما مبين كتير، يعني أنا فيي روح على كادر كتير بروفيسيونيل بس غير بالكعب بيطلع يعني ما بيطلع كتير كتير غلط، بذات الوقت بكون عم غير. وإذا عبالكم من بعدها، بعرف كتير ناس بعد الشغل بتروح تشرب درينكس شي محل أو بتروح بيكون عندها زيارة شي محل، فينا بهيدي الطريقة كمان بكون علينا الكعب وبكون عملناه شوي فانكي أكتر. هيدي الإسكاربان يلي معتمدة بكادر الشغل وفينا بهيدي الطريقة نلبسها بكذا ستيل وبكذا طريقة. شغلتين اللي بعد فينا نلبسهم شوز هني بالغين وأنكل بوتس، أكيد الأنكل بوتس المسكر كله بده يكون مسكر من قدام وبده يكون كعبه منه كتير عالي، حتى البالرين بدها تكون appropriate، يعني بالرين ما بعرف كتير ناس عندهم وجع ظهر سو البالرين فينا نلبسها، خاصة إذا لبسين البنطلون كوب سيجارات فينا نلبس البارين، إذا كوب واسع أبدا. سو اليوم كانت الحلقة للبزنس وومن يلي بكادر الشغل فورمال كادر شغل، حبيت أعملكم هيدا الحلقة سبيسيال لألكم، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. أنا بودعكم لليوم وبشوفكم أكيد بحلقات جاية. باي.